كان الله في العون. انا عارف انه موسم استثنائي، هبتدي مع دكتور محمد. بدايه يعني اتكلمنا كده عن بدايه مشوارك مع النادي الاهلي وازاي اتعاملت مع الفرقه من اول ما توليت المسؤوليه. يعني اقول الحمد لله ان انا جيت اشتغلت في النادي الاهلي، يعني ده كان حلم ليا من ايام الجامعه. ما كانش في حد زمان يعرف لما انا دخلت الجامعه يعني ايه كليه العلاج الطبيعي دي وبتطلع ايه. بس يعني كان كل اي حد بيجي يسالني بيقول لي يعني انت ممكن تبقى ايه في يوم من الايام، يعني ايه علاج طبيعي سنه 1998؟ اقول له يعني في يوم من الايام هبقى دكتور النادي الاهلي. وفعلا يعني الحمد لله فضلت اشتغل جامد. دي كانت رؤيه دكتور محمد. الحمد لله. رؤيه وحلم يعني، والحمد لله اتحققت. الحمد لله. بس الموضوع بدا لما بدات اتعرف على اللعيبه عن طريق، عشان انا معايا دكتوراه في اصابات الملاعب. وبدات اتعرف، اول واحد اتعرفت عليه في النادي كان الكابتن وليد سليمان. كان عنده اصابه كده قويه جدا وبدات اشتغل معاه شويه واحده واحده. بعد كده عرفني على الكابتن سيد عبد الحفيظ بس، ومن ساعتها دخلت بقى المجال. يعني فتحوا معايا لينك واتكلموا معايا، وصراحه يعني دي كانت حاجه جميله جدا ان هم يعرضوا عليا حلم من احلام الطفوله، والحمد لله. الحمد لله.